بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المنهجي الشافعي القاهري المصري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشرحها في الدارين، آمين. وما زلنا في النوع 46 في أساليب القرآن وفنون البليغة وفي مواضيع متعلقة بالنفي، وتكلمنا عن نفي الشيء رأسا، يعني نفي الشيء إجمالا تماما كله، ما يتبقاش منه حاجة. بكلمك بالإيه؟ بكل اللغات أهو. شفنا امبارح بعض الأمثلة، والنهاردة نكمل بقية الأمثلة. يقول: ومنه نفي الشيء مقيدا، ومراد نفيه إيه؟ مطلقا، يعني ينفي الشيء ومقيد بصفة معينة، لكن هو يقصد نفيه مطلق، فهمت؟ وهذا من أساليب العرب يقصدون به المبالغة في النفي وتأكيده، كقولهم: فلان لا يرجى خيره، يعني ما يجيش منه خير أصلا، مش عنده شوية خير وبعدين إيه ما بيجيش، لا ده هو أصلا ما فيهوش خير أصلا، فهمت؟ ليس المراد أن فيه خير لا يرجى، غرضهم أنه لا خير فيه على وجه من الوجوه، فهمت؟ يعني زي ما تقول إيه ما فيش منه فايدة، فهمت؟ ومنه بقى يعني نجيب أمثلة قرآنية: ويقتلون النبيين بغير حق. هو في قتل نبي بحق يعني؟ ده يبقى ايه بقى؟ هي يعني بغير حق، ده قيد غير مقصود، فهمت بقى؟ يبقى قيد غير مقصود، فهمت؟ ويقتلون النبيين بغير حق، وفي سورة آل عمران: ويقتلون الأنبياء بغير حق. هنا يقتلون النبيين بغير حق في آل عمران في أولها 21، آية 21، فإنه يدل على أن قتلهم لا يكون إلا بغير حق، ثم وصف القتل بما لابد أن يكون من الصفة وهي وقوع على خلاف الحق. يعني ويقتلون النبيين على خلاف الحق، يبقى الآية معناها كده بغير حق، يعني على خلاف الحق، فهمت؟ يعني مخالفين للحق فيقتلوا الأنبياء، فهمت المعنى؟ وكذلك قول: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. طب واللي عنده برهان يعني ينفع يدعو مع الله إله؟ يعني هو أصلا ما فيش برهان يدل على أن معه إله أصلا، فهمت؟ يبقى ومن يدعو مع الله إلها آخر وليس له برهان عليه، حيث لا وجود لبرهان أيضا أصلا، فهمت بقى؟ مش بيثبت أن في بعض الآلهة لهم برهان، لا، أنها وصف لهذا الدعاء، وأنه لا يكون إلا عن غير برهان. وقول: ولا تكونوا أول كافر به. طب يعني ممكن تبقى تاني كافر وتالت كافر ورابع كافر؟ يعني نهى عن أول كافر بس، فهمت؟ يعني لا تسبق إلى الكفر بس، إياك أن تكون من السباق إلى الكفر، يبقى أول كافر يعني سابقا للكفر، فهمت بقى؟ تغليظ وتأكيد في تحذيرهم الكفر. وقوله: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. طب ممكن يبقى بثمن كبير يعني تشتري بيه؟ يعني القليل بلاش، لكن ايه تشتري بحاجة كتيرة كده؟ ابدا، يعني لا قليل ولا كثير، فاهم؟ لأن كل ثمن لها لا يكون إلا قليلا، لأن أي ثمن إذا ما قوبل بآيات الله ولو الدنيا وما فيها هو قليل، متاع الدنيا قليل، يعني حتى لو الدنيا كلها فمتاعها قليل، فهمت بقى؟ لأن كل ثمن لها لا يكون إلا قليلا، فصار نفي الثمن القليل نفيا لكل ثمن. وقوله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا. طب ينفع يسألوا الناس من غير إلحاف؟ يعني من غير إلحاح؟ لا. ليه؟ لأنه يقول لك يعرفه إيه؟ لا يحسبهم جاء الأغنياء من التعفف، فأثبت لهم العفة، والعفيف لا يسأل أصلا، لا إلحاف ولا غيره، فهمت؟ يبقى لا يسألون الناس إلحافا، يعني لا يسألون الناس مطلقا،
لا بإلحاح ولا بغير إلحاح. عرفنا منين؟ بقرينة إيه؟ العفة، إنهم متعففين. فإن ظاهره نفي الإلحاح في المسألة، والحقيقة نفي المسألة البتة. وعليه أكثر المفسرين بدليل قول يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف، ومن لا يسأل لا يلحف، قطعا ضرورة أن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص. ومثل قوله ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعني هل ليهم بقى شفيع بس لا يطاع أصلا؟ ولو نفي الشفيع من أصله، نفي الشفيع من أصله، فهم؟ ليس المراد نفي الشفيع بقيد الطاعة بل نفيه مطلقا، وإنما قيده بذلك لوجوه. أحدها أنه تنكيل بالكفار، لأن أحدا لا يشفع إلا بإذنه، وإذا شفع يشفع، لكن الشفاعة مختصة بالمؤمنين، فكان نفي الشفيع المطاع تنبيها على حصوله لأضدادهم. يعني كأنما بيقولهم ليس لكم شفيع يطاع، معناه أن هناك من خلقي من لهم شفيع يطاع، يبقى كأنه بيندد بيهم بيبكتهم، فهم؟ لأن عندي فريق آخر له شفيع يطاع، أنتم ملكوش شفيع يطاع، يقوموا إيه بكتهم، يكتهم بمفهوم المخالفة، فهم؟ يبقى أنه تنكيل بالكفار، لأن أحدا لا يشفع إلا بإذنه، وإذا شفع يشفع، لكن الشفاعة مختصة بالمؤمنين، فكان نفي الشفيع المطاع تنبيا على حصوله لأضدادهم، كقولك لمن يناظر شخصا ذا صديق نافع لقد حدثت صديقا نافعا، وإنما تريد التنويه بما حصل لغيره لأن له صديقا لم ينفع. كأنك أنت بتسفه المقابل لي لأنه ما كانش له صديق ينفع. الثاني أن الوصف اللازم للموصوف ليس بلازم أن يكون للتقييد، بل يدل لأغراض من تحسينه أو تقبيح، نحو ما له مال، له مال يتمتع به، هي ما له مال عندكم إيه؟ له مال يتمتع به. وقوله تعالى وما أتيناهم من كتب يدرسونها ولهم عذاب أليم، يعني العذاب ده لوحده، وبعدين لما يجي يوسف أليم يقبح العذاب، يقصد تقبيح العذاب. وما أتيناهم من كتب يدرسونها، يعني ليس عندهم كتب فضلا عن أن هم يدرسوا أصلا. الثالث قد يكون الشفيع غير مطاع في بعض الشفاعات، وقد ورد في بعض الحديث ما يوهم صورة الشفاعة من غير إجابة، كحديث الخليل مع والدي يوم القيامة، وإنما دل على التلازم دليل الشرع. وقوله ولم يكن له ولي من الذل، أي من خوف الذل. طب وليه ولي من غير خوف الذل؟ يعني برو مالوش الولي أصلا، فهمت بقى ازاي؟ فنفي الولي الانتفاء خوف الذل، فإن اتخاذ الولي فرع من خوف عن خوف الذل، وسببه وسبب عنه. وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني نفي الغلبة، والمراد نفي أصل النوم والسنة عن ذاته، ففي الآية التصريح بنفي النوم وقوعا وجوازا. أما وقوعا فبقول لا تأخذه سنة ولا نوم، وأما جوازا فبقول القيوم. وقد جمعهما قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وقول قل أتنبئون الله بما لا يعلم، أي بما لا وجود له، لأنه لو وجد لعلمه بوجود الوجوب، تعلق علم الله تعالى بكل معلوم. يقول أتنبئون الله بما لا يعلم، يعني إيه؟ بغير موجود، لأنه لو كان معلوم كان يبقى عنده، لو كان موجود يبقى عنده علم به. وقوله تعالى لن تقبل توبتهم، على قول من نفت القبول لانتفاء سبب التوبة، لا يوجد توبة فيوجد قبول. لن تقبل توبتهم، يعني لا يلهمهم التوبة، ولو فعلوها لا تقبل لأنهم غير مؤمنين، لأن من شروط التوبة النية، وأصل النية شرطها الإسلام. واضح؟ وعكسه وما وجدنا لأكثرهم من عهد، فإنه نفي لوجدان العهد لانتفاء سبب والوفاء بالعهد.
وقوله ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة، أي لا حجة عليها، فيستحيل إذن أن ينزل بها حجة. ونظيره من السنة قوله صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم الدجال أعور والله ليس بأعور، أي بذي جوارح كوامل، يتخيل جوارح له نواقص. ونظير قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، ليس المراد أن كلمات لا تنفد بعد نفاد البحر، بل لا تنفد أبدا، لا قبل نفاد البحر ولا بعد، وحصل الكلام لنفد البحر ولا تنفد كلمات ربي، يعني لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، يعني لنفد البحر وكلمات ربي لا تنفد، فهمت المعنى؟ ووقع في شعر جرير، دي هجيب لك شوية مثال كده شعري والردود عليه. جرير بيقول ايه؟ فيا لك يوما خيره قبل شره، تغيب واشيه واقصر عادله. الاصمعي ما عجبوش، بيقول الاصمعي بيقول ايه؟ انشدته كذلك لخلف الاحمر، خلف الاحمر ده شيخ الاصمعي، فقال اصلحه، فيا لك يوما خيره دون شره. ايه دون خيره قبل شره؟ دي خليها دون شره، ده بيصلح حاله يعني، لان كتير جدا تلاقي ايه في مناقشات العلماء الادباء في تصحيح شعر بعضهم البعض، فهمت؟ فانه لا خير لخير بعده شر، وما زال العلماء يصلحون او يصلحون اشعار العرب. قال الاصمعي فقلت والله لا اروي ابدا الا كما اوصيتني. نقل ابن رشيق هذه الحكايه في العمده وصوبها، يعني عجبته. قال ابن المنير ووقع لي أن الأصمعي وخلف الأحمر وابن رشيق أخطأوا جميعا، ده ابن المنير الإسكندراني بقى قاضي الإسكندرية، وإن جرير هو اللي عنده حق، جرير هو اللي أكثر ثوابا منهم، فهمت؟ يعني بيعدلوا على جرير وهم نفسهم عايزين اللي يعدل عليهم، ده إيه ابن المنير إيه السكندري القاضي السكندري. قال ابن المنير، ما تقراش بقى ابن المنير، ها المنير، ها أخطأوا جميعا وأصاب جرير وحده، لأنه لم يرد إلا فيا لك يوم خير لا شر فيه، وأطلق قبل للنفي كما قلناها في قوله تعالى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، يعني لنفد البحر ولا تنفد، قبل هنا بمعنى لا، وعلشان كده ويقصد هنا إيه؟ فيا لك يوما خيره لا شر فيه، أو لا شر بعده، فنفى الشر أصلا عنه، وجابها من الآية زي قبل أن تنفد كلمات ربي، فقبل بمعنى لا، فهم؟ وقوله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، وقوله أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها، فإن ظاهره نفي هذه الجوارح، والحقيقة توجب نفي الآية عمن يكون له فضلا عمن لا يكون له،